واش كتعرف تعوم هي ولا لا بلادو وي انا كنعرف نعوم انا المهم العشرة مرحبا بكم في فيديو جديد فلوق الوليد نعم اولي فلوق ديال اليوم غيكون حمق ديال الصح ان شاء الله هو مع مصطفى صاحبي داك المعزه هبط من تما خويا حسام المهم اليوم ان شاء الله غادي نتيستيو الوليد في العمان اللي راه عمت فلان دو الشين وداك الشيء المهم كان عمان عرفت اش كندير انا اش كدير وكنهبط البيكالا كنركبها لتحت كنحلها الفوق ونركبها لتحت لا انا كنهبط الموتور ديال الدبابه وكنحلو كنصفن الجري والله دابا قال لهاش من المهم العشره دابا غادي نلبسين واحد المنظر واعر اليوم الجو زوين في اكادير المهم غتشوفوا معنا الفلوق باقي طويل فيه بزاف د الحوايج غير هو الوليد حاجه واش كتعرف تعوم هي ولا لا بلادو ويه انا كنعرف نعوم انا والوليد ويه انا البيسي راه ما فيهش مترو اودي الله يهديك انا كنعرف مترو الفوق واه ما كانش شحال مترو 10 مترو شحال مترو فاش 10 مترو اللي كنضرب الا كعجب الله مثلا انا شدك شي حاجه ولا شي حاجه راه عندي الريزيرف هنايا ها ليا هاك ها الشومبرير الا جاب الله مثلا غرقتي ولا شي حاجه اييه صافي هذا راه في الدم صافي داكور غتلبسو بحال هكا هكا وها القنبه بحال العساوي هكا ها القنبه يلا اييه قول لي عاد ما فكرتش فيك هكا الله يرضي عليك صافي رضى عليا صافي الله يرضى عليك والوالي راه الا ما كانت بحال هذه والله لا تجوج والله العظيم شكون هي هي بحال هذه راه الا ما كانتش بحال هذه راه ما غاديش تجوج انا بعدا سي لا ولا يعفو هنا وحدك شوف جيب لي شي وحده بحال هذيك زبده الورق ياك الورق إيه. دير الورق وسط الورق ولا الورق كتفكر دابا ليا مات ليا مات عرفتي خدمت فيها 1969 ما بقاتش 64 لا 69 يا ربي لا 79 الله يفكر في الشهاده تبدا معنا الله يهديك 79 فاش خدمت هنا بلاتي باش نقول لك واحد القضيه اش من 4 متر راه هنا الا طحتي فيه والله لا طلعتي باقي نقول لك راه صافي راه تفوندي ديك ولك راه موت متر ناجور علاش تكذب عندك الفورما ديال متر ناجور هذا هو اللي غادي يعتقك الا الا زاد الله غرقتي المهم عشر انا هذا البيسين هذا راه ما فيهش الوقيف اللي كيعرف يعوم يتلاح في هذا البيسين انا غندق البيسين الاخر اجي انا كنعوم هنا مع البنات اجا هو مع البنات راه تسمعكم ما تطلقك الله دخلنا له الوليد هو حسام حتى هو حسام كيتمتع بالمناظر ها المساج اللي غادي يدير لنا اجتي والله الا فاز اللي جاب بالله ما انا واش ندير المساج مالك صاحبي واه المحكه في البيسين صاحبي واش من نيت راه مزيان اش الشيء داخل صاحبي اش الشيء داخل الصابونه اه وحق ربي العظيم ده الوالد راه والله الا فكرتي فيا راه حق لك الحسنه يا فضل الله غادي احسن يا فضل الله شنو زيد 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 انا جبنا شي نفعات ما ولا شي المهم دابا انا نفخ لك هذا هذا انا ولو ما يضيع الوليد ما باش تفخ الزبل هذا ها الحمر اللي بلاتي غدير الحلاق ما صاحبي براسك سي باش نداويك ردي انا بلاتي هذا دابا كيتنفخ سبيسيال كيفاش كيتنفخ ليا مع الماء كيتنفخ بوحدو نعمو يلا وسير هو حتى الاحساس وي هاني يلا صاحبي بلاش رانغو برد صبر نطيح عليك صبر نطيح عليك اوه على لملي يلا مالي شوف انا على لا لا ما كتعرفش تعوم قول هذه نهبط لك اوكي عرفتي كاتب انا السي محمد بحال حريه البحر يلا سير بيلي سير صاحبي بلا ما تسخن شويه هكا هاك ها رحاج اوك نموت 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 شنو دي شنو 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 والله الخذ الى هبط ما طلع 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 طلع
يلا يلا. قال لك الوالد ديالي راه متغزور. فين هو قلت لينا كتعوم معاه؟ واه كنت كنعوم ولكن دابا ما عرفت كيفاش. هذيك اللي قال لك انت كتقاد. واه تودر لي داك الشيء صاحبي. ما كنتش نعاودها عاوتاني. عاود عزيز. قول لي الضلا ولا نطيح انا. عطيوني الضلا ولا نطيح. سير سير. عطيوني الضلا ولا نطيح. سير. ما عرفت كيفاش مع المدابة ما عرفت كيفاش ما عرفنيش ما عرفنيش ما سلمتيش عليه واقيلا تسليم تسليم عدومني دابا انتم صافي سيدي والله سي محمد كاسي دارنا والله سي محمد زيد زيد ديما صوت ديما صوت 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 ديما تفهم ها المعقول ترخى 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 والو ما يضيع الضلا تجي ولا الكعاء هذه في خاطر الضلا كيفاش هذه سؤال شوف شوف حيد انتم حيد اوه يا هو غادي تطيح هذا شنو درنا لا الضلا لا والو اوه لا العظيم ما هو انا عليك قبع الله يوسع ياك الى غادي تطيح زعما اجي اجي بقى ما درنا لا الضلا ما غادي تموت هاك نوبت اش 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 اي واش 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 من نيت كنت يا واش باغي تقتل لعيب هاد الله بغيت تقتل لي القلب يلا جلس الوالد جلس جلس اليوم غادي نعوم الوالد واحد التعويمه سهل سهل عندك شوف ولكن غير ما يفلتوش ليك هادو طيح يلا زيد انت دوك 400 درهم زل زل انت دوك 400 درهم لا لا صاحبي 400 درهم يا بركة يلا سير يلا سير شد دابا في السلوم شد دابا بلاتي غير بلاتي تطلق مني دابا صافي صافي ورا 400 درهم يلا وا صافي وا شددوا يلا بعدا كيدوك صاحبي شوف يلا يلا صاحبي يوم ما يبغى يدوس واحد النهار أساس سيفير غوث يلا انا وليد دابا حمام طايب اش انا اش حسام عاوني فيها شي ثلاثة الصفر عس عس تفرش انا وليد الله 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 يا سلام المهم بالنسبة للبنات اللي ما كيعرفوش اش كيطرى في الحمام ديال الرجال راه شي هو اللي كيطرا اي جاي صافي يلاه صافي يلاه يدي سير 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 فوالا صافي محمد اش بالك الوليد يلا نوض شلل نصف غير نصف يا بني جل كل شيء نعطيك وصلنا للدار عرسي مهلوكين ديال بصح مط حسام قدات لينا سكتو الله يرحم لي على الوالدين والوالد اجي دعي مع حسام حشومه صاحبي
جابت لنا سكسو سيرة ودي الله يرضي عليها امين الله يعطيها شي حشه في النبي امين امين ودي امين الله يعاونها اللهم امين يلقى القصه ديالها مع ديال لاله فاطمه الزهراء اللهم الله يعاونها اللهم امين ليا والاشغال ديالها البركه راه فينا الله يعاونها الله يرضي عليك واش شكون كاين هو جاي جعر الويفي هو مع مازال ما دخل الويفي قال لك راه نقول الويفي وين الوليد وين الوليد اوه معاد معاد رجع له انت كليتي مانيش نديرو بالكريسا هذا واحد التقبه هنايا ها هو الوليد هو اللي دار علينا الشنيور صح طاح النص ديال الحيطه قول لنا دابا اش كيحتاج هذا الشيء هذا المكونات هادشي غادي نغلب له ايه نغلب له الرملة نغلب له واحد قرب بيه وتشوف الوالدة كتغرب الغربال ديال الدقيق الغربال ديال الدقيق كيغرب لي السيما بزاف هذا ماشي بالخميرة اه يا الزيت صاحبي واش البيانه راه بغينا الناس كيتسناو صاحبي راه صافي الخبيزات راه كيطيبو شوفي الخبيز ولا لا واش درتي الملحه ولا درتي السكر الاحمر بلاتي ها هاك دير الزيت هالزيت علاش سير سير هاكا هاكا هي هذيك هي رجع عليك شتي شتو المهم دابا كتسناو الماسكين شوف نشوف نشوف عليه السيمانه شفت لا لا راه مزيان واحد الشباب المهم الفتيات اللي فيهم واحد الشباب يستعملوا هاد الوصفه هادي سي محمد اش بان لك في هادشي؟ اه زوين هادشي غيسكرو انا غادي يكون سالا الفلوغ ديالنا فلوغ خفيف ظريف ياك انا كنولي فهمتي درنا صاحب النايت قبلوا علينا قبلوا علينا ودعمونا ديما الجيم وطلع